أنا طارق من مدينة الفلوجة، اليوم أخذكم بجولة أعرفكم عن مدينتي. أصل تسمية الفلوجة يرجع من التفلج، يقال أنه تفلجت الأرض أي تشققت، باعتبار أنه الأرض الصالحة للزراعة تتشقق، لذلك نطلق على تسمية الفلوجة باسم الفلوجة. حنبدي هاي الجولة من هذا السوق، هذا سوق الفلوج القديم، أكثر من 100 سنة بناء هذا السوق اللي يشتهر بالزي العربي. تواجدها الفلوجة سابقاً وحالياً يكون بالأساس في هذا السوق. فهي تعتبر هذه المدينة مدينة سلام، مدينة تعايش، مدينة طيبة تجمع كل الأطياف، كل القوميات. هذا سنة 1940 كانوا اليهود هنا ساكنين. نعم. قبل من أجداد الجدد. فهاي بنوها كانوا كناس سكن مالهم. بنوها للعبادة. ترحلوا. فبقى هذا مكانه، فمرت عليه سنين كاملة، فبقى على وضعي كهذا، شوف ظل بس دمار. تمام. طابوق، طبعاً آثار يبقى من اللعب بيه خلاص، يبقى على حطته خط أحمر. الجسر هذا تدمر أثناء الأحداث الأخيرة ويا داعش، ولكن بعد العودة تم إعادة ترميمه، مثل ما شوفوا اليوم بهاي الصور الجميلة طلع أرجع جسر. مثل ما تسمعون من صوت القطار وصل اول رحله لمدينه الفلوجة، وهذا دل على شيء، دل ان الحياه رجعت للمدينه والمدينه تستعيد عافيتها شيئا فشيئا.